السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي للجميع، وألف ألف ألف مبروك إخواننا السعوديين، ألف مبروك على هذا الفوز. المنتخب السعودي أقسم بالله أبدعتم قسما بالله يا إخوان، قسما بالله يشهد علي الله ورحمة أبوي وأخوي والله، إني مبارح وأنا فاتح لايف على التيك توك، أقسم بعزة الله سألوني إذا إيه بعرفش إذا الشاب راح يشوفني على التيك توك، واللي سألوني امبارح جمال كم تتوقع النتيجة، قلت له 2 للسعودية، قسما بعزة الله وحياة أولادي والله ومحمد والكون اللي خلقه ربنا، إني توقعت 2 للسعودية قسما بالله على اللايف. أتمنى اللي سمعوني وشافوا اللايف يسمعوني هالكيت وشوفوا على لايف تيك توك، ألف ألف مبروك. وفعلا والله العظيم بالدار لأول مرة يا أخوان، لأول مرة بحياتي تيجي زوجتي بسرعة على الصالون، كل شو مالك شو فيه، لما جابوا الأهداف، لما جابوا الهدف أقسم بعزة الله، يعني إشي بيرفع الراس يا أخوان، إشي بيرفع الراس. ألف ألف مبروك، نتمنى لكم مزيد من التقدم. أيوة يا أخوان، وعند لما تيجي تنتهي المباراة والله متنا، الدقائق اللي كانت نستنى فيها طويلة زي ما كان المعلق، كان الدقيقة 64 وإلي 7 دقائق بستنى، صارت 65، تخيلوا كيف أخوان، تخيلوا فعلا كانت نستنى، نقول يا رب يا رب يا رب، قسما بالله إشي بفرح القلب، منتخبنا العربي السعودي يفوز على الأرجنتين، عارفين شو معناها؟ معناها إشي كبير أخوان، مش مهم شو يصير بعدها، المهم انه فاز. وفعلا توقعاتي على 2 اقسم بعزة الله امبارح كانت يا اخواني، وامبارح نزلت فيديو على يوتيوب لاخواننا بقطر وتمنيت الفوز للسعودية، وقلت ان شاء الله يا رب يفوزوا. كل الاحترام للعيبة بالفريق، كل الاحترام لهم، الهدافين، الدفاع، حارس المرمى يا اخوان، الامانة ما توقعت، اقسم بالله ما توقعت انه يكون قوي بهذا الشكل. الجول اللي جابته الارجنتين يا اخوان هو جول بلنتي لا يحسب، يعني وكأنه النتيجة 2-0، لكن هاي في النهاية لعبة يا اخوان، لعبة والله العظيم. الجول اللي جابوه مش هالجول يعني اللي يحسب، لكن هي بالنهاية لعبة. بالنسبة للوقت يا اخوان، الدقائق الاخيرة اقول يا رب خليهم كلهم يرجعوا دفاع 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 دفاع، انسوكم من الهجوم، خلاص ما بدنا هجوم، ما بدنا جوال، خلينا نركز على الدفاع، نحمي الدقائق الأخيرة 2-1 ونضل محافظين على الأهداف ونفوز، بدناش نتقدم، على الدفاع على الدفاع أقول يا رب يا رب. فعلا أبدعوا أبدعوا أبدعتم والله العظيم، أنا السعودية إخوان من أوائل الدول اللي تقريبا شجعتني على اليوتيوب وأنشأت اليوتيوب، كانوا يستعملوا اليوتيوب وما قصروا معاي في نشر القناة أيام ما كانت قناتي منيحة وممتازة، وهذا أقل واجب، أقل إشي نقدر نبارك لإخواننا في السعودية. والله رحت على المطبعة طبعت لكم العلم السعودي، مباركة مباركة، طبعته وإن شاء الله راح يضل هان عندي بإذن الله، طبعا هذا تعليق العلم عندي هان في المحل بده يضل على طول، مباركة للفوز على الأرجنتين. مش مهم بعدها شو يصير يا اخوان، والله ما هو مهم، اللعب في خسارة راح بالنهاية يصفي فريق واحد فايز، لكن اللعبة هاي كانت لعبة فعلا حماسية، وأثبتنا احنا كعرب اللي بيضلوا يتمسخروا على لعبتنا وعلينا انه في عنا امكانيات وفي عنا لعيبة، وهذا فخر إلنا كعرب كلياتنا. انسوكم اخوان من السياسة والكلام اللي بتسمعوه من الناس، انسوكم، خلي الفرحة عندكم، لا تخلوا حدا ينكد عليكم، احنا هاي رياضة، رياضة هاي اخوان حطوها على جنب، لا تدخلوا السياسة وتدخلوا مليون شغلة بالرياضة، خلينا بالرياضة يا اخوان، احنا بالرياضة وبدنا الرياضة، وان شاء الله بنتمنى مزيد من التقدم للمنتخب السعودي والفوز، وبتمنى يا اخوان لكل المنتخبات الفوز، واي منتخب عربي يا اخوان بفوز راح ننزل له ونبارك له ونشجعهم يا رب. يعني انا شخص اتكلم، لكن ممكن انه يعمل صوتي تشجيع، صوت على صوت على صوت على صوت يا اخوان، بنعمل
تشجيع، وكمان مرة تضرب لكم التحية يا فريق السعودية. أقسم بالله أبدعتم وفشيتوا كل أقسم بالله فشيتوا كل خلاص بديش أحكي يا أخوان. ألف مبروك.